كيبلو الجمال، مرحبا بكم في هذا الفيديو. ماريا فرناندا هي من ترافقنا. ماريا فرناندا هي ارتزية دومينيكية امريكية ذات حجم زائد، ويوتيوبر وراقصة ومنشئ محتوى رقمي وتيك توكر ونجمة انستغرام ومؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي. ولدت ماريا فرناندا في جاكسونفيل فلوريدا الولايات المتحدة، هي من اصل دومينيكي. ولدت ماريا ونشأت في الولايات المتحدة. الجميلة الدومينيكية لم تفصح عن تاريخ ميلادها، لذا يصعب معرفة عمرها الحقيقي. تعيش الجميلة في جاكسونفيل فلوريدا، لديها أخت توأم، وهي أيضا عارضة أزياء كبيرة الحجم. تعمل باري الدومينيكية في عرض نفسها على انستغرام منذ 2015. حسابها الرسمي على انستغرام جمعت أكثر من 134 ألف متابع. تستمتع بمقاطع رقصاتها الجميلة وصورها الجذابة. حصلت أيضا آلاف متابعين على يوتيوب وتيك توك. سمت الجميلة دومينيكية نموذجا لبعض العلامات التجارية الكبرى مثل جين كيرفار وغيرها. سكرت الجميلة الكبيرة أيضا خط ملابس للنساء ذوات الحجم الزائد يعرف باسم هدايا مافر. الطول الجميلة نحو 72 سنتيمتر. قياس تمثال نصفها 99 سنتيمتر. قياس الخاصر 88 سنتيمتر. أما من قياس الورق 127 سنتيمتر. لديها جسم حسي جميل. شعرها أسود خفيف وجميل ولون العيون بنية. الاجتماعية أزب، الجنسية أمريكية دومينيكية. لذا نرجوكم تابعونا المزيد القادم، وشكرا.